المجد لله المعبود وابنه المولود وروح قدس الموجود بركة في سلوام تشفي كل الأسقام من عند الرب أنعام ظلت بالداود تفضل ملاك بالسلطان حرك بركة الضن فشفت من كان مرضان ظلت بالداود جاء الروح عني حرك ينبع كان قد نصب الينبوع فجاء الرب يسوع شفى شعبه الموجوع ظلت بالداود خرج من حضن أبيه إلى بستان صلى في ظهر له ملك يقوي ظلت بالداود اسمع سارة بسرى خذ النصرة جبار جبار الكسرة ظلت بالداود رفع البركع المسبول وأيضا الحجر المعقول ونقض الحاجز المسكول ظلت بالداود زرع وعظ وتعليم بولس رسول وحكيم قد جاء من زرع إبراهيم ظلت بالداود سمعت داود البار يقول بالأوتار يتهلل مثل الجبار ظلت بالداود سكن يعقوب بين النهرين كما السر بين اسنين البيع بين العهدين ظلت بالداود شهدت أمرا عسير حجرا على فم البير رفعوا يعقوب الكبير ظلت بالداود صخرات الخطية دفعها بالكلية وفتح المعمودية ظلت بالداود صدفوا ضيق وأحزان وجربوا الشيطان فسلب ثروات لبان ظلت بالداود ضبطوا حبا بتمام وسكن فدا أرى عريس يرعى الأغنام ظلت بالداود ضبطوا الوعد والميثاق رجع إلى بيت إسحاق سفينة الأرزاق ظلت بالداود طلع في جبل جلعيد بلا أرزاق والعبيد صنع عيد التجديد ظلت بالداود ظهر موسى بعده هذا كان من زرعه نبي ينادي ربه ظلت بالداود عبارات لعنة الناموس وسائر الطقوس ما خلصت النفوس ظلت بالداود غصن البلسم زرعه وأولاد يعقوب ربه وطيبه قد قطفوا ظلت بالداود في جنينة بالداود كرمة طرحت عنقود خبز الحياة موجود ظلت بالداود قصر فرد إسرائيل بهي بأنوار وجميل مسكن عمانوئيل ظلت بالداود كشف يوحنا البتول البيع عرض وطول وبدأ يوصف ويقول ظلت بالداود
التزموا عدد منظوم على الأسباط مقسوم 12,000 مختوم مدينة أيضا بأسوار من ذهب مختار ومنقوشة بأحجار ما ظلنا صفها الأب واختار أربعة أقطاب وإثنى عشر باب نظر خروف سليم قد جاء وفدى آدم ونور العالم نور السماء بها وقال المرتل من فجلسات الملك معاه هذا الكلام مشهور عنه قال المزمور تسجد له بنات صور هوايا ومقصودي دعوتي أنا المسعودي أقدم سجودي وضع هذا المديح ألكم مصعب عبد المسيح يقدم التاريخ